نجوم التاسعة، حلمك ممكن يبقى حقيقة. من كل محافظات مصر، صوتك حلو، حلمك تغني تبقى ستار. بتكتب شعر، خيالك واسع، نفسك قصصك تبقى حقيقة. ابعت لنا على صفحة البرنامج التاسعة، عرفنا بنفسك وبموهبتك، اسمك، تليفونك، محافظتك. غناء، ارسل فيديو لا يزيد عن دقيقتين، غني وسمعنا صوتك. شعر، ارسل أهم 3 نماذج من كتاباتك PDF. كتابة، ارسل قصة قصيرة من إبداعاتك PDF. مستعد؟ جاهز؟ آخر ميعاد للتقديم 31 يوليو. نجوم التاسعة، أسهل وأسرع طريق تعرض فيه موهبتك. على قناة مصر الأولى. أهلا بحضراتكم من جديد. المواهب كنوز، وكنوز هامة جدا الحقيقة، علشان كده لازم نهتم بيهم وندعمهم ونشجعهم. وعلشان كده النهاردة بنشوف نجوم التاسعة، الفقرة اللي بتتعمل في برنامج التاسعة، علشان نشوف يعني كل المواهب الموجودة في كل محافظات جمهورية مصر العربية. هننتظر ان انتوا تبعتوا لنا رسائل كلها مواهب وكلها مبدعين من مبدعين مصر اللي احنا متعودين ان احنا نشوفهم. عايزين نشوفهم هنا في مسابقة نجوم التاسعة، وعايزين نشوف اكبر عدد من المبدعين ومن النجوم. ابعتوا لنا على صفحة البرنامج، صفحة القناة الاولى وصفحة برنامج التاسعة. يعني قدم احسن ما عندك، اجتهد انك تقدم احسن شيء عندك، لانه المنافسة كبيرة والعدد كبير. لو انت موهوب في الشعر او في القصة القصيرة او في الغناء، قدم وان شاء الله يعني تقدر ان انت تحقق حلمك من خلال المسابقة دي. والمسابقة هتكون مستمرة لحد اخر الشهر ده بس، فبادر وقدم موهبتك وابعت لنا على صفحة التاسعة. وهنروح دلوقتي مع حضراتكم نشوف يعني بعض المواهب اللي اتبعتت لنا من المتسابقين اللي بيبعتوا لنا على صفحاتنا، ونرجع بعد كده نكمل الكلام مع حضراتكم. كن منصفا يا سيدي القاضي، تخونني لغتي وألفاظي. إن الذي أمامك الآن أشبعني ظلما وحرمانا. أنا حالة فعلا لها يرثى، حتى نسيت بأنني أنثى. دللتها، دللتني، دمرتني أنت. طب أقول لك يا وحشني، ولا أقول يا معيشني؟ قل لي حبيبي وغششني، ساعدني هيجرى ايه؟ يا دي الحيرة في اساميك الكتيرة، بناديك بيها انا بلاقيها اجمل من بعضيها. انا وانت بمتلمة، مش محتاجين لما، لما بشوفك بنسى انا مين. يا جمال التان ده، لا شافت عيني ولا جه عالبال. وعلى ده الحال وياك على طول مرتاح البال. يا جمال التال ده، لا شافت عيني ولا جه عالبال. وعلى ده الحال وياك على طول مرتاح البال. مروة من الغربية اختارت أغنية المحكمة للقيصر قاسم الساهر، وأسماء المنور أغنية صعبة الحقيقة لكن غنتها حلوة قوي الحقيقة.
مواهب كتير كمان. محمد من اسكندريه صوته حلو قوي الحقيقه، بنسعد بكل المواهب اللي بتتبعت لنا في مسابقه نجوم التساعه. خليكم مستمرين في ان انتوا تبعتوا لنا، خلاص ايام يعني وتنتهي المسابقه، واللجنه القائمه على المسابقه تختار من بين المواهب اللي اتبعتت في نجوم التساعه. احنا متحمسين جدا لكل المواهب اللي بعتت، وبندعمكم جميعا وبنشجعكم جميعا، وان شاء الله تقدروا ان انتوا تحققوا احلامكم من خلال برنامج نجوم التساعه في التلفزيون المصري في القناة الأولى. دلوقتي مشاهدينا أسيب حضراتكم مع فاصل، نرجع بعد ونكمل فقراتنا، خليكم دايما معنا.